سلام عليكم. النوع التالت بقى من الفالفز هو النون ريتيرن فالف، وزي ما قلنا النون ريتيرن فالف دوت مش يعني مختلف عن الباقيين، ان هو بيسمح للفلو ان هو يمشي في اتجاه واحد وما بيسمحش للفلو ان هو يمشي في اتجاه تاني. خلاص، في احيانا ما بيديش ابسولوت شات اوف. يعني ايه؟ يعني هو المفروض الفلو يمشي كده ولو رجع الناحية التانية يتقفل خالص. احيانا ما بيعملش كده، بس يعني المفروض في الغالب ان هو بيسمح بالفلو في ناحية واحدة وما يسمحش خالص الفلو في الناحية التانية. قلنا دي تاني بنستخدمها لو انا عندي في مشكلة في ان الفلو يرجع، هيرجع لإكويبمنت تانية يبوظها، هيتخلط بمادة تانية ما ينفعش يتخلط بيها، ايا كان السبب. ليها اسباب كتير يعني. خلاص، في نوع اللي هو اسمه السوينج تشيك فالف، ده بيبقى بيعتمد على الجرافيتي ان هو يقفل الفالف. يعني اعتقد ان الشكل ده ممكن تكونوا انتوا شفتوه كتير قبل كده، زي الباب يعني، باب الشقه كده. يعني انت باب الشقه كده، لو انت جيت وهو اللي هو ملوش اكره، يعني الباب مفتوح يتفتح ويقفل زي ما انت عايز. لو انت جيت تفتحه او تدخل في الباب كده بوشك والباب بيتفتح قدام، هيتفتح. لكن لو انت جاي من الناحيه التانية وجاي داخل بيه في وشك، هتلبس في وشك يعني، فمش هيرضى يتفتح. فهو نفس الحكايه. فهو بيبقى مهم ان انا افهم الاورينتيشن بتاع الفالف عامل ازاي. يعني انت ممكن لو ركبته بالمقلوب الدنيا تخرب خالص، هتسمح للفنو يمشي في الاتجاه المفروض ما يمشيش فيه والعكس صحيح. فده اللي اسمه السوينج فالف، اللي هو شبه باب الشقه ده. خلاص، فالسوينج تشيك فالف زي ما انتم شايفين كده ما بيبقاش في اي حاجه بتحكم فيها من بره، هو منه لنفسه كده بيتصرف لوحده. فهو بيبقى فيه زي الباب ده، الفلو بيمشي يزقه. يعني لو في فلو ماشي هيزقه، لو ما فيش فلو الجرافيتي هتوقعه. خلاص، فهو لطيف جدا. وحتى لو يعني لو ما فيش فلو، او لو الفلو جاي من الناحيه الثانيه وهو ماشي هيقفله، فهو مش محتاج انت تعمل اي حاجه من بره، هو من نفسه كده بيتصرف. خلاص، فهتاخدوا بالكم برضو ان النوع ده من الفالفات الكي بتاعته مش هتبقى كبيره، لان هو ما بيعملش اي لوسز او في اي تشينج للفلو ولا حاجه. فهو زي ما انتم شايفين كده، هو الفلو ماشي زقه وخلاص ومال الحته دي، والفلو ماشي وكله تمام، وكان دي حته من الفلو، مش حاجه بره يعني. خلاص، خلاص الفلو وقف هيروح، او الفلو جاي من الناحيه التانية اسف هيروح قافل. كويس، الشكل الميكانيكي بتاعه ما فيهوش اي تفاصيل كتير، هو كل اللي فيه بس القرص ده. خلاص، فانت لو جيت تفتح كده وتبص هتلاقي ان هو بيبقى ليه ديسك بيركب عليه، وزي ما انتوا شايفين كده طبعا هيبقى فيها مسامير وحاجات قد كده للصبح يعني. بس هو ده مش معقد قوي زي التاني يعني، هو ما فيهوش اي يعني، مش زي الجلوب فالف. ما الجلوب فالف ده ابن لذينه يعني، بيبقى فيه تفاصيل كتير وفلو ماشي وطالع وجاي يمين وشمال، وحاجه صعبه جدا. البتاع اللي فوق دي، الحلقه اللي فوق دي لازمتها بس ان هو عشان يتشال من حته يتحط في حته، لان الحاجات دي كويس برضو ان احنا نتكلم من الحته دي. الفالفات دي ما تتخيلش ان هي زي الحنفيه في البيت. الفالفات لو انت بتتكلم في مصنع ولا حاجه، بتتكلم فالف ممكن يبقى الفالف قد مكتب يعني، فانت عشان تشيله بتحتاج ونش. فالوينش ده بيشيله ويحطه من حته لحته ويتربط ويتعمل، فبيحتاج حاجه يتشال منها. فاحيانا بيعملوا الحكايه دي علشان يقدروا يشيلوا الفالف. وطبعا مش هتعمل خرم وتسيبه مفتوح عشان يعملك نافوره، وعشان تقدر تحط فيه الحلقه دي وتقدر تشيله منها. البول تشيك فالف شبه الجلوب شويه، وده بيعمل بريشر دروب عالي قوي، وما اظنش ان هو بيستخدم كتير يعني. وما تتلخبطوش بين البول تشيك فالف والبول فالف. البول فالف بيبقى بول فالف ده بتاع الشات اوف فالف اللي هو بتاع الحنفيه ده، لكن البول تشيك فالف بيبقى زي ده، اسمه تشيك فالف. هتبقى بول تشيك فالف مش بول فالف. بول تشيك فالف بيبقى زي التاني، بس هو بدل ما انت عندك باب بيفتح عندك كوره، عشان كده هو متسمي البول تشيك فالف. الكوره دي هي اللي بتعمل كل حاجه بقى. In many ball check valves, the ball is spring loaded to stay shut. بيبقى ليها سيستم تجريش طبعا وتطلع بعيد. For those designs without a spring, reverse flow is required to move the ball toward the seat and create a seal. The seat of a ball check valve is conically tapered to guide the ball into the seat, forming a positive seal. الراجل عمال يتكلم وانا بتكلم برضه، معلش انا اسف، خلينا نرجعها من الاول تاني. فالفلو زي ما بقول لكم ان الكره دي بتعمل كل حاجه. الفلو هو ماشي عايز يمشي كده زي ما هنشوف دلوقتي، الفلو جاي من اليمين هنا. خلاص، هيجي يروح زائق الكره دي لفوق خلاص ويمشي. فالفلو مشي من هنا ومن هنا زي ما هو كان كاتب في او قايل في الفيديو، ان في سهم يمين وشمال، الفلو هيمشي من هنا ومن هنا ويكمل.
لو انا عندي الفلو ماشي من الناحيه التانية هيزق الكره لتحت، فهتعمل ده بالعكس، ده كل ما البريشر بيعلى انا بعمل سيلينج اكتر فبقفلها اكتر. خلاص، فالبول تشيك فالف والسوينج فالف من انواع التشيك فالفز، ده هو الاشهر والاكثر استخداما يعني. انا ما اعرفش، ده ما سمعتش ان هو بيستخدم كتير يعني. خلاص، فهو ده شكل الفالف اللي بقولك عليه. اخر حاجة بقى من الفالفات السيفتي فالف. السيفتي فالف ده علشان يعني تتخيلوه شوية، هو زي ايه كده، في المطبخ حلة اسمها الحلة البريستو. الحلة البريستو دي بيطبخوا فيها الـ الاكل لو عايز تسخنه درجة حرارة عالية شوية. احنا كنا المفروض كلمنا عليه قبل كده يعني، انك انت بتعلي بتقفل الحلة وتكبسها، فالبخار الماء اللي طالع بيعمل بريشر عالي جوه، فالمية تتبخر عند بريشر اعلى، عند تمبرتشر اعلى اسف. في نفس الحكايه، فالمحله دي انت لو فضلت سايبها كده والميه عماله تتبخر والبريشر يعلى، هتفرقع في وشك، فانت مش عايز تفرقع. فبيبقى فيها زي خرم صغير كده بيطلع، بيعمل صفاره كده احيانا يعني، بيقعد مطلع بتاع بخار كتير كده طالع لغايه ما يجيب السقف. فهو ده السيفتي فالف، هو لازمته ان هو يريليف البريشر شويه علشان الضغط ما يعليش. خلاص، فهي بيبقى ليها طبعا ديزاين بريشر ان هي تستحمله، ولو البريشر ده زاد عن الديزاين بريشر هتبتدي تعمل فينتنج يعني. خلاص، وده وبظبطه ازاي؟ بظبطه بالسبرينج عشان نفهم بس. المفروض الفالف دي ما بتبقاش زي اللي فاتوا. اللي فاتوا كان بيبقى عندك البايب والفالف في نصها، دي ما بتبقاش كده، دي بتبقى على الجنب من الفالف، مش في نصها، بتبقى على الجنب. انت بتركبها كاكستنشن، مش يعني مش جزء من الفلو، هي بتبقى حته بره زي اللي في الحله دي. الحله دي ما فيهاش بايب اساسا، بس انت بتركبها وبتبقى بتبقى برضو في التنكات زي الحلل كده اللي بتاعت الحلة بتاعت البيت، بيبقى في التنكات بيبقى فيها حاجة زي كده لو انت خايف على حاجة من البريشر يعني. فانت بيبقى عندك فيه سبرينج زائق، ده سبرينج اهو اللي هو الخطوط اللي مايلة دي، ده سبرينج وزائق الشافت، والشافت ده زائق البلاج اللي بيقفل الفلو. خلاص، يعني انت عندك بايب ماشية كده او 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 فيسل، وانت مركب دي فوقيها. خلاص، فدي مقفولة. انت عندك فيه اتنين فورسز بقى بيأثروا على الشافت دي، في فورس من تحت اللي هي بتاعت البريشر اللي جوه، وفي فورس من فوق بتاعه السبرينج. فهو هتبتدي تعمل فينتنج لبره امتى؟ هي لو عملت فينتنج هتمشي كده. خلاص، فهي هتعمل فينتنج امتى؟ هتعمل فينتنج لو الفورس اللي هنا اعلى من الفورس اللي هنا. فانا بكنترول الفورس دي بالسبرينج، فانا بالسبرينج كونستانت بتاعي، فانا كل ما اعلي السبرينج كونستانت كل ما اخلي البريشر اللي محتاجه يجي من هنا يبقى اعلى. خلاص، فده شكلها برضو كده. ايه، خلينا نقفل الصوت من الاول علشان ما يبقاش في دوشه. وهو هنا جايب لك شكلها، هو ده السبرينج. خلاص، وفي هنا بلاج، ما اعرفش هو دي نور في كده دول الفيديو ولا ايه. اهو ده شكلها. هو انت عندك الفلو ماشي كده، لو تاخدوا بالكوا، لو تاخد بالك انت عندك هنا في تشانل ماشيه. خلاص، ودي حته زياده، كل ده حاجه زياده يعني. سيبكم من الكلام الفاضي يعني، الكلام ده حاجات تانيه ملهاش دعوه بالموضوع يعني، بس انت عندك في فلو ماشي هنا وشويه منه طالعين هنا. فشويه دول لما يطلعوا في فورس من تحت وفورس من فوق، والفورس اللي تحت وفورس من فوق، اللي يغلب هو اللي او الاكتر هو اللي هيغلب يعني. فدي لما تبقى اكتر شويه هتزق البتاع دي لفوق، والفلو يمشي زي ما هو ماشي، ما هو باين كده. خلاص، هرجعها تاني، بس بصوا على الحته دي. الفلو لما البريشر هنا يعلى هتلاقي الفلو زق دي لفوق سنه ودخل كده، كانت حصلت بسرعه شويه، بس ده اللي انا عايز اوصله. خلاص، فده الهدف منه. في انواع تانية من الفالفات بقى يعني، احنا بنقول دول هم معظم الفالفات يعني. في انواع تانية مثلا يعني، او يعني هي السلايد دي بتقول لنا الانواع. مثلا عندك ده شكل الجيت فالف، ده شكل الجلوب فالف، ده شكل السوينج تشيك فالف، ده شكل الديسك. ما هو الديسك الجيت فالف هي نفس الحكايه يعني هو بيبقى ديسك بدل ما بيبقى جيت يعني، مش فرق. في نوع تاني اللي هو بيبقى يعني تشيك فالف بس يعني بيبقى جزء يعني واخد زاويه يعني. يقول لك احيانا ايه، بيبقى واخد زاويه 90 لو انت عندك بقى اللي اوت بتاع البايبس نفسه مش سامح لك ان انت تخليه ستريت. فانت بس دي بتبقى يعني بتبقى حالات قليله قوي قوي يعني. هو اللي بيتباع في العادي ان هي بيبقى بايب يعني، بتبقى ستريت يعني. فانت ممكن تركبها على حاجه بزاويه يعني لو احتجت يعني، بس دي بتبقى حالات قليله كتير يعني. خلاص،
اخر حاجه بقى علشان برضو نحس ان الفالفات حاجه مهمه وانها جزء اساسي من حياتنا. في فيلم زمان كان بتاع معرفش ده بتاع فؤاد او عتريس ولا لا، بس يعني هو في فيلم زمان بتاع شاديه كده كانت بتفتح فالف. او ده بقى بص بقى الفالف ده او ده الفالف اللي بيتفتح هو ده برضو عشان تبقوا مش مهم شاديه دلوقتي، بس المهم ان انتوا تبقوا في دماغكم هي هتعمل ايه وهي بتلف الفالف، وبصوا عليه وهو بيتفتح. طبعا اللي هي هتفتحه ده بتاع ترعه خلاص، فهو ده مش كلوزد فلو، فبيبقى القوانين بتاعته مختلفه شويه، فهو بيبقى الحاجات اللي بتتفتح معرفش في صوت ولا لا، بس يعني خلينا نطفيه برضو. او المفروض في واحد مفتري كان قافل الترعه دي والناس خلاص بتموت من العطش بقى وبتاع، فهي بقى محدش قادر يفتحه عشان الراجل ده مفتري، فهي بقى ايه هتيجي وتروح فاتحه الفالف بقى، فهي المفروض بقى فيه خلينا نشغل الصوت برضو. فهي دلوقتي بصوا الفالف هي بتفتح دلوقتي وهي بتفتح عماله تلف، والفالف نفسه عمال يطلع، يعني ده اقرب حاجه للجيت فالف، ان هي عماله تلف واللفه الصغيره عماله تفتح الجيت واحده بواحده، والناس بقى مبسوطه وبتاع وبيشربوا ميه، وفي ستات هتزغرط دلوقتي، وكانت حاجه اخر انبساط يعني. ف يعني مش عارف ليه ما حدش فيهم جه فتح الفالف بنفسه، يعني واضح ان الشادي لازم هي اللي تفتح، بس يعني هو اللي حصل بقى خلاص. فهو تاني انا بس عايزكم تشوفوا هي دلوقتي هتلف كام لفة علشان تقدر تفتح الفالف. هتلف كتير عمالة كل ده عمالة تلف من اول دلوقتي لغاية اخر الفيديو حوالي ايه دقيقة ونص دقيقة عمالة تلف يعني خلاص. كل اللفات دي بتفتح، فده يوريك قد ايه ان الجيت فالف بيبقى الفولي اوبن والفولي كلوز بتاعته بتاخد وقت كتير. يعني شوف هي لفت قد ايه وطلع بس ايه حتة صغيرة كده خلاص. فده اللي انا اقصده يعني بالنسبه للجزء بتاع الفالف. فدي انواع الفالفات، فانا مش يعني دي اخر حاجه في الفالف، والمره الجايه نتكلم بقى على البامبس باذن الله. السلام عليكم.